جزاكم الله خيرا. ما حكم زيارة النساء للقبور؟ لا تجوز زيارة النساء للقبور لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، وفي رواية: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسور. فلا تجوز زيارة النساء للقبور لهذا الحديث، لأن النساء فتنة وقليلات الصبر، ربما يحصل منهن عند رؤية قبور أقاربهن شيء من الجزع والنياحة، وأيضا يحصل خروجهن إلى القبور فتنة للرجال، وربما يحصل مفاسد، ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم النساء من زيارة القبور، وشرعها للرجال خاصة بقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. هذا خاص بالرجال، أما النساء فإنهن ممنوعات بدليل لعن الله زوارات أو زائرات القبور. والحكمة كما ذكرنا الفتنة منهن بالجزع والسخط وربما النياحة، والفتنة بهن للرجال الذين يختلطون معهن في هذه المقابر. وكم ذكر من مفاسد كثيرة تحصل من اختلاط الرجال بالنساء في المقابر واختلائهم بهن، يحصل والاختلاط يحصل بذلك مفاسد كثيرة كما يذكر في البلاد التي لا تهتم بهذا الأمر. نعم. والمرأة إذا أرادت نفع المسلمين أو أقربائها فإنها تدعو لهم وتستغفر لهم وتكثر من الدعاء لهم ولو لم تزرهم. نعم.